عمر تيفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Hai sahabat Amar TV, sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya. Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak dan sedekah ke rekening kami. Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Amar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan.